ها هي دولة الإمارات العربية المتحدة تثبت يوما بعد يوم عمق ثقافة التسامح وعمق ثقافة السلام التي أسسها الوالد المرحوم المغفور له الشيخ زايد طيب الله ثراه. وليس ذلك غريبا على دولة الإمارات العربية المتحدة أن ترعى قمة عالمية للتسامح، وهي التي عاشت التسامح منهجا وسلوكا وأفعالا بين أبنائها، أرسى ذلك حكامها في كل الميادين السياسية والثقافية والاقتصادية والإعلامية، كأني بهم يحققون قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هذا التعارف طريقه أن ينظر كل منا إلى الآخر بسماحة ومحبة وسلام، وهو مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. السلام طريق التعارف، والتعارف طريق التحابب، والمحبة طريق الجنة.